السلام عليكم. شركة أسوس معروفة في مجال صناعة اللابتوبات، وعندها سلسلة خاصة للألعاب، وأحد أحدث إصدارات هذه السلسلة هو اللابتوب بروغ زيفيرس دو 15. النسخة اللي عندنا تعمل بمعالج الجيل العاشر من انتل كور i9 مع كرت شاشة انفيديا جي فورس RTX 2080 سوبر ماكس كيو. وطبعا أبرز التقنيات الموجودة في هذا الكرت هو تقنية الري تريسينج. هذه التقنية ببساطة تحاول تحاكي طريقة الإضاءة الطبيعية على الأسطح بحيث تزيد الواقعية في الألعاب، يعني الظلال والانعكاسات من الماء مثلا، وكل هذه الأشياء راح تكون أقرب للواقع بفضل هذه التقنية من انفيديا. وهذه التقنية بحد ذاتها تعتبر نقلة نوعية للألعاب بجميع أنواعها، ومثل ما نشوف الآن لعبة ماينكرافت كيف تحولت وأعطتها بعد ثاني من الجرافيكس ما كنا نتخيله في لعبة تعتمد على البيكسلات في الجرافيكس. وهذه اللعبة صار لها تقريبا 10 سنوات، فتخيلوا الألعاب الجديدة كيف بتكون، أو حتى الألعاب القديمة لو تم دعمها من المطور. والكثير من الألعاب وخصوصا الـ AAA راح تعتمد بشكل كبير على هذه التقنية عشان تحسن من جودة اللعبة. وبجانب هذه التقنية، كرت نفيديا جي فورس RTX 2080 سوبر ماكس كيو يحمل معه ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجا بايت من نوع GDDR6، والكرت راح يجي بمستوى عالي في الأداء لأنه يعمل بكفاءة أفضل وسرعة أعلى في الألعاب الثقيلة اللي تتطلب جرافيكس عالي، أو الألعاب الاحترافية، أو حتى للمصممين وصناع المحتوى. ويعمل أيضا على زيادة معدل الإطارات مع دعم خاص للألعاب التنافسية اللي تتطلب أفضل أداء في كرت الشاشة. وبجانب الألعاب، الكرت راح يعطي أداء ممتاز في المهام الإبداعية ومهام البث اللي تتطلب أفضل أداء من كرت الشاشة. وفي تقنية باسم Max Q Dynamic Boost، هذه التقنية تعمل على ضبط التوازن بين كرت الشاشة ووحدة المعالجة بشكل تلقائي، بهدف أنها تقلل من استخدام الطاقة وأثناء تحميل لعبة ثقيلة مثلا. بالإضافة إلى تقنية انفيديا DLSS 2.0، وهذه التقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومهمتها هنا تحسن من عدد الإطارات عن طريق تشغيل اللعبة بدقة أقل، والذكاء الاصطناعي يرفع من الدقة وتزيد من جمالية الصورة في الألعاب بدون ما يثقل على الجهاز، وبكذا نحصل على أداء أفضل. وبتستفيد منها خاصية الري تريسينج، وبتساعد على إضافة المجال للمعالج أنه يزيد من دقة الصورة وحدتها. طبعا هذه التقنية لها أنوية خاصة ومستقلة في كرت الشاشة عشان تعمل بشكل أفضل، واسمها أنوية التنسر. وهذه التقنية بتفيد بعد في البطارية، وبتدمج مع تقنية انفيديا باتري بوست، واللي بتعطي عمر بطارية أطول بنسبة 20% في تجربة الألعاب. وهذه التقنية بتفيد بعد في البطارية وتندمج مع تقنية الانفيديا باتري بوست، واللي بتعطي عمر بطارية أطول بنسبة 20% من تجربة الألعاب. واللي وصلنا هي حزمة خاصة تجي معها ماوس، سماعة، وكاميرا، وقاعدة لراحة اليد، وأخيرا شنطة اللابتوب. وأول شيء يشد الانتباه في اللابتوب هو أنه يملك شاشتين، الرئيسية بحجم 15.6 إنش وبدقة 4K مع دعم 100% لألوان الأدوبي RGB، وبمعدل استجابة 3 ملي سكند، معدل تحديث 60 هرتز، وتدعم أيضا تقنية الجي سينك. ونقدر نقلل الدقة إلى Full HD لو حبينا، وبيرتفع معدل التحديث إلى 300 هرتز. طبعا اللاعبين وغيرهم من صناع المحتوى يحتاجون شاشة ثانية لأنها بتسهل عليهم عملهم. وهذا اللابتوب يعطينا ميزة الشاشة الثانية واللي سمتها أسوس باسم Screen Pad Plus، وهي تدعم اللمس وبدقة 3840 في 1100. على سبيل المثال لما نسوي ستريم نقدر نخلي المحادثات مفتوحة في الشاشة الثانية ونلعب في نفس الوقت، أو مثلا وقت التصميم والإديتينج نخلي بعض الأدوات في الشاشة الثانية ونتابع تصاميمنا بكل سهولة. حتى في الألعاب نفسها مثلا نقدر نفتح الخريطة أو الانفنتوري في الشاشة الثانية ونكمل لعب. وأسوس ابتكرت حل سريع عشان عملية سحب التطبيقات للشاشة الثانية تكون أسهل. من خلال الضغط على إطار التطبيق راح يقترح لك نقلها للشاشة الثانية، أو تعرض التطبيق كامل على الشاشتين، وهذه الشاشة راح ترتفع وتقفل كل ما فتحت اللابتوب أو قفلته. تصميم اللابتوب بيكون من الألمنيوم ووزنه 2.4 كيلوغرام،
والكيبورد بيكون بألوان RGB لكل زر وقابلة للتخصيص طبعا حسب اللي يناسبك، والتراك باد فيه إضاءة LED للأرقام تتفعل بضغطة زر. اللابتوب يحمل 16 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية من نوع DDR4 قابلة للزيادة إلى 48 جيجا بايت، وذاكرة تخزينية ب 2 تيرا بايت من نوع SSD RAID 0. واحد الحلول اللي ابتكرتها شركة أسوس لتقليل من حرارة اللابتوب هو نظام الـ AAS Plus أو الـ Active Air Dynamic System. هذا النظام يقدم نظام تبريد مميز بحيث المراوح بتكون تحت الشاشة الثانية، وهذا الشيء بيساعد في خفض إزعاج المراوح وبيزيد من دخول الهواء بنسبة 30%. وغير هذه المراوح، اللابتوب بداخله 5 أنابيب حرارية والمصممة على أنها تسحب الحرارة من المعالج وكرت الشاشة وغيرها. والآن ننتقل لأهم شيء في اللابتوب واللي هو الأداء في الألعاب، ومثل ما هو متوقع بفضل كرت الشاشة الموجود حصلنا على أداء ممتاز في الألعاب. جربنا لعبة Overwatch واشتغلت معنا بأعلى الإعدادات، دقة 4K مع 60 إطار بالثانية، ولما حولنا الشاشة إلى Full HD وبإعدادات Epic في اللعبة وصلنا لإطارات ما بين 140 إلى 170 تقريبا، وبإعدادات Low وصلنا ما بين 280 إلى 300 إطار بالثانية. واللعبة الثانية اللي جربناها هي Shadow of the Tomb Raider بأعلى الإعدادات ودقة 4K، قدر يعطينا ما بين 50 إلى 70 إطار بالثانية، وعلى Full HD بأعلى الإعدادات حصلنا على إطارات ما بين 100 إلى 130. وطبعاً عدد الإطارات ممكن يكون أعلى بكثير لو قللنا الإعدادات، لكن التجارب كانت على أفضل الإعدادات بس غيرنا في الدقة. من خلال هذه التجارب من الواضح أن اللابتوب قادر على تشغيل معظم الألعاب إذا مو كلها بإعدادات ممتازة وعدد إطارات مناسب. طبعاً في ألعاب التصويب أو التنافسية بكل سهولة قدر أنه يعطينا 300 إطار بالثانية لو عدلنا في الإعدادات، وهذا الشيء هو الأهم بالنسبة للكثيرين. وبالعودة للمواصفات اللابتوب، فهو يملك سماعات ستيريو بتقنية الـ ESS لتجربة صوت عالية الجودة، ويدعم توزيع الصوت 7.1. ومن ناحية المنافذ، اللابتوب فيه كل اللي نحتاجه، واللي هي 3 منافذ USB 3.2 ومنفذ Thunderbolt 3 واللي بيوسع من استخدامات اللابتوب، مثلا نشبك عليه عدة شاشات خارجية أو حتى شاشة بدقة 8K وغيرها، ومن خلاله بعد بنشحن اللابتوب مع HDMI 2.0 ومنفذ 3.5 للمايك ومنفذ ثاني 3.5 للسماعات، وأخيرا الإيثرنت. وفي تقنيات الاتصال مثل Wi-Fi 6 والبلوتوث 5، ويدعم الشحن السريع بقوة 65 واط. اللابتوب يستخدم نظام ويندوز 10 وبيكون مثبت فيه تطبيق ROG Armory Crate، ومن خلاله نقدر نتحكم بخصائص اللابتوبات الكثيرة أبرزها تخصيص بروفايلات الإعدادات بحسب استخدامك. وأخيرا سعر اللابتوب، وأكيد على هذه المواصفات القوية السعر ما راح يكون أبدا رخيص. هذه الحزمة الخاصة بتكلفك 21,899 ريال. نتمنى أن الاستعراض عجبكم، شاركونا رأيكم عن الجهاز في التعليقات، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة.